شهدت قرية بئر بركة بإقليم حجر لميس مناسبة اختتام 1000 ختمة للقرآن الكريم بحضور عضو رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والأمين العام لإقليم حجر لميس محمد حسن آدم. ترأس الشيخ عمر جبريل مؤمن عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد ممثلا لرئيس المجلس الأعلى احتفالا دينيا بقرية بربركة بمحافظة الدجنة بإقليم هجر لميس بمناسبة اختتام 1000 ختمة قرآنية وقراءة 10000 من سورة ياسين وجملة من الأدعية قام بقراءتها حوالي أكثر من 700 حافزا وقارئا للقرآن الكريم بتنظيم من أبناء الدجنة علي ألوان بهدف العافية والأمن والسلام والاستقرار. وبهذه المناسبة قدم رئيس اللجنة التنظيمية الشيخ الجوني النور يعقوب كلمة رحب فيها بالحضور وأكد بأن هذا العمل الذي قام به أبناء الدجنة علي ألوان هو إرث ورثوه من الآباء والأجداد. وبهذه الختمات اللهم يحفظنا ويحفظ بلادنا جميعا من الآفات ومن مصائب الدنيا ومن الأعداء، يجعل بلدنا في سخاء ورخاء، ويجعل بلادنا كبلاد الآمنة المطمئنة. فنحن بهذا القرآن كله ربنا تبارك وتعالى يضمنه لنا إن شاء الله. كما قدم كل من شيخ قبيلة الدجنة علي اللوان وممثل أهالي قرية بربركة محمد جبريل حسين ورئيس المجلس الفرعي للشؤون الإسلامية بالدجنة الجوني مصطفى علي وبعض من العلماء أن عظيم شكرهم وتقديرهم لأبناء الدجنة الذين قاموا بتنظيم هذه الختمات القرآنية. أما ممثل رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فقد شكرهم باسم رئيس المجلس وأكد بأن المجلس يبارك ويشجع مثل هذا العمل العظيم. من جهته الأمين العام لإقليم حجر لميس صبي بوكور فقد شكر أبناء الدجنة علي ألوان على هذا العمل متمنيا منهم الاستمرار والتمسك به لأن القرآن الكريم فيه شفاء ورحمة للناس. وفي ختام المناسبة تضرع المحتفلون إلى الله عز وجل في دعاء ختم القرآن الكريم بأن يديم للبلاد العافية والأمن والسلام والاستقرار.